حاسس بتوتر ولا امن مش مستتب قلبي بيدق بسرعه دب دب يا طارق دخلت في باد تريب ولا البلد دي قلبت سيرك سقف الانبهار فيها فرتك الترنج في كل خطوه بتموت حته في قلبي الناس في الشارع شبه الزومبي والعالم حوالينا بيجري واحنا لسه علينا بدري عايشين وبناوح في العصر الحجري انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عنا صياو بيسكور انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عنا صياو بيسكور جريت من الديناصور ورحت لابو الهول خبطت عليه صحته من 7000 سنة نوم حكيت له عن حالنا واحوالنا واللي وصلنا له في زماننا وعن قد ايه احنا اتبهدلنا واتهنى من اثر الصدمة ابو الهول جات له جلطة وضغط وكوليسترول وشال الرعاش من الاوباش اللي خلوها ما تسواش قلت له امسك نفسك ارجوك ما تسيبناش اخر كلمة قالها لي بحسرة وتحفظ شديد اجري ياب من هنا روح العب بعيد انا لولا دماغي اللي ساحت ومناخيري اللي راحت كنت سمعتك صوت جديد انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عنا صياو بيسكور انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عنا صياو بيسكور بألف في القنوات عشان أقتل الوقت والملل نفس النفاق نفس الفساد نفس الغباء والهبل على قفانا بياكلوا عيش واللي طبل يعيش الأقرع بيقول نفس كلام أبو شعر كانيش بيجيبوا اللي فيهم فينا بعد ما باعوا أراضينا قال إيه بيقول علينا شباب ما عندوش انتماء والمذيع بيقول ماء ونفس الاسكتش بيتعاد والكفتة ناس بقت علاج وتحيا مصر طلعت مصدر لو شفت الديناصور أو بطريق عنا صياو بيسكور أنا مش هستغرب لو شفت الديناصور أو بطريق عنا صياو بيسكور أنا مش هستغرب لو شفت الديناصور أو